السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بالف خير يا ربي وتكون صحيحه هي هذيك مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ان شاء الله كيف كتشوفوا في لا فيديو في البدايه ديالها غادي يعني غادي نبارطاجي معكم اليوم بيتزا العجينه السحريه الايطاليه الناجحه بالمئة واللي عمركم ما غتعاودوا تستغناو عليها كيف ما غاديش نستغنى عليها حتى انا والشكر الجزيل لبنت عائلتي سومية اللي ساكنه في بلجيكا واللي خداتها من سي كيخدم في ايطاليا خاص بالبيتزا من عائلة الزوج ديالها كنشكرها بزاف اللي عطاتني المعلومات والاسرار بالتفصيل وقلت غنبارطاجيهم معكم باش تستافدوا حتى نتوما كيف ما عجبتني انا العجين ان شاء الله غتعجبكم حتى نتوما انا متاكده اذا بقاو معايا المهم البنات غادي نحتاجو كيف العاده كنحتاجو في العجينه ديال البيتزا الدقيق الفرس النوعيه المزيانه يعني العجينه الاساس لا ديال العجينه ديال الطاليان كيفاش كيعجنوا البيتزا ديالهم كيحتاجو غير الفرص والخميره والملحه وزيت الزيتون هذا الشيء اللي كيحتاجو البنات ما كيحتاجوش شي حاجه اخرى المنسيمات نتيا الرغبة ديالك كتضيفي المنسيمات اللي بغيتي أه بالنسبه لأنا الموسم اللي غادي نزيد في هذه العجينه هذه واللي كنحماق عليها في عجينه البيتزا البنات صراحه كيعطيها كي واحد الريحه وواحد لوكو زوين اللي هي بودره الثوم صراحه رائعه تقدروا تضيفوا الزعتر تقدروا تضيفوا الحبق وانا كنحماق حتى على الحبق ولكن ما بقاش لي الحبق بزاف البنات شوفوا بقات لي كميه قليله اذا ما غاديش نديروا في العجينه غنخلي حتى ندردرو غير من الفوق ديال البيتزا باش كيعطي كي واحد النكهه زوينه يا البنات وبالأخص اذا كان عندكم الحبق طري كيجي كي رائع صراحه ولكن انا عندي غير هاد الميبس صراحه كان جابتولي لي بنت عائلتي الله يجازيها بالخير من ايطاليا راه سالالي لي يعني كنقولها من هذا المنبر جيبيه لي عاوتاني <applause> المهم غادي ندير البنات العجينه ديالي على حسب عدد الافراد ديالكم انا غندير غير جوج بيتزات غادي نضيف الخميره والملح وبودره الثوم كما قلت لكم انا راه عجنتها البنات في الصباح كيف ما كتشوفوا انا رادة الكسكسو بالنسبه للخميره البنات الا كنتو زربانين غديروا الخميره العاديه الا كنتو زربانين الا كنتو غتعجنوها في الصباح ديروا خميره قليله بزاف يعني راه كتاخذ وقتها الكافي باش تخمر بالنسبه ليا انا راه غادي ندير غير نص معلقه غنديرها تشوفوا نص معلقه صغيره ديال الخميره في هذه الكميه ديال الدقيق يعني نص معلقه صغيره هانتوما راه شفتوا كميه قليله بزاف غادي نضيف بودره الثوم انا كتعجبني البنات غادي ندير تقريبا واحد المعلقه تكون معلقه صغيره عامره وشويه يعني راه كتعجبني والملح البنات ما كنضيفهاش في الاول كنخلي حتى كنخلط شويه الخميره كنخليها واحد شويه عاد كنضيف الملحات كنخلط العجين في مره المهم البنات لاستيوس ديال هاد العجينه راه طريقه باش كتعجن وباش كتخمر هذا هي السر باش كتخرج لكم العجينه ديال طاليان يعني ديال الناس اللي مختصين في البيتزا من بعد ما شويه يعني انسجمت لي شويه الخميره دابت واحد شويه غادي نضيف الملح والملح تبقى حسب الذوق وعلى حسب الكمية ديال الدقيق اللي نتوما دايرين المهم دائما حنا العيالات عندنا ميزاننا صافي وغادي نجمع هاد العجينة بالماء دافي يعني يكون غير دافي نحاول نجمعها وندلكها واحد شوية وبالنسبة للكثافة ديال العجينة ما نخليوهاش البنات قاسحة وما نخليوهاش تاني ما نجريوهاش بزاف يعني تجي مرخوفة ولكن ما تكونش قاصحه نتوما غتشوفوا الكثافه معايا ملي غنجمعها هي هذه البنات آه كتجي بحال هكا الكثافه ديالها كتجي مرخيه شويه المهم البنات غادي نهزها شوفوا كيفاش كتجي مطاطيه غنديرها في سطح العمل فوق الرخامه وغادي ندخل نحاول ندخل فيها جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون شويه بشويه وانا كندلكها ومن العجينه صراحه جات يعني اليلاستيك مطاطيه ما تتقطع ما نحاول ندخله في نفس الوقت كندلكها هنزيد معلقه كبيره تاني هذه هي الطريقه يا البنات اللي 100% ديال الايطاليين ديال البيتزا اللي كناكلو ديال الايطاليين وكت يعني بعض المرات كتقولي مني كيجي كي داك المذاق وديك العجينه علاش كتكون بحال هكاك راه الخطا هو اننا كنديرو الزيت في الاول كنديرو الزيت مع العجينه مرفع مع المقادير لا خاصنا نخليوها حتى كنجمعوها ونسالي وندلكوها واحد شويه عاد نبداو ندخلو فيها الزيت آه وما نديروش كميه كثيره جوج معالق كبار بالنسبه لهاد جوج بيتزات انا اللي عندي جوج معالق كبار فقط صافي البنات غادي ندهن واحد الاناء بزيت الزيتون اللي غادي نديروها فيه تخمر على الاقل واحد الساعتين خليوها حتى تضعف الحجم ديالها نغطيوها بالفيلم اليمونطير ونخليوها ترتاح على جنب البنات ديروها في الصباح الا كنتو غطيبوها مثلا العشاء ديروها في الصباح بحال دابا انا راه بديتها بكري يعني تقريبا مع ديك 11 صافي ونخليها ترتاح حتى يضعف الحجم ديالها ونرجع ونقول لكم شنو ندير لها ان شاء الله البنات من بعد ما ضعف اه الحجم ديالها غادي ندهني يديا بشويه ديال زيت الزيتون باش تجيني يعني سهله ما تلصقش ليا في يديا صافي وغادي نحيدها نخرجها من الاناء ونحاول نخرج من هذاك الهواء اللي فيها نديها اه ونجيبها يعني نحاول نديها ونجيبها حتى كنخرجوا من هذاك الهواء ونردوها يعني عاديه ما تبقاش يعني داك الحجم ديالها متضاعف يعني بهالطريقة الطريقه هذه غير نديوها ونجيبوها يعني ماشي نبقاو ندلكوها ونعطيوها يعني ليها شوفوا العجينه تبارك الله مطاطيه رائعه يعني في ما حسيتوا بها كتلصق لكم في يديكم تستعنوا واحد شويه ديال الزيت ادهنوا غير يديكم صافي وغادي تتحكموا فيها صافي البنات نعاودوا نجمعوها ونردوها للاناء تاني ونغطيوها ونخليوها تاني حتى يضاعف الحجم ديالها وما تخليوهاش البنات تفوت في الخميره بزاف يعني تنساوها مهم هي هذه من بعد ما تضاعف الحجم ديالها دابا غادي نبدا نشكلها المهم غنستعان بالدقيق والفينو كتجي زوينه ملي كديري الفينو والدقيق مخلطين وتقرصي بهم كنستعانوا دائما بشويه ديال زيت الزيتون كندهنوا بهم يدينا باش كما كتقدرو تتحكموا فيها وكتخدم لينا بسهوله المهم كنجمعها بحال هكا كنقسمها غادي نقسمها على جوج لان باغا انا غير جوج بيتزات ويما الطريقه ديال الخميره البنات وتعاود تخمر وتعاودي تخرجي منها الهواء راه هي الحيله ب ديال ديال البيتزا الايطاليه بالنسبه لي البنات كيف كتشوفوا انا راه دايره الخضره اللي كتكون خضره ما بغاش نطيبها كتعجبني هكاك البنات وجربوها وغادي تعجبكم آه درت فلفله حمراء وفلفله خضراء وبصله كيعجبني لو كيديروها هكاك خضر المهم غادي ناخذ واحد البيتزا غادي نديرها بالخضره واحده غادي نديرها لولادي ما تيبغيو لا خضره لا زيتون تيبغيوها هكاك عاديه ولكن كندير لهم البنات لاصوص ديال الخضره اللي انا كنصايبها انا على يدي تندير فيها الخضره منوعه تقدروا ديروا فيها بزاف الخضر يعني ملي غنبارطاجي معكم ان شاء الله بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيووش ياكلوا الخضره بالنسبه للعجين لهذا التكراس ديالها كيف ما كتشوفوا معايا كنشكر بزاف الاخت سميه لان هي اللي قالت لي الطريقه هذه صراحه وناجحه انكم تتكرسوا غير بسبعانكم وكنشوف صراحه اللي اللي شاف الكبار الايطاليين تيديروا هذه القضيه وتنقول ماشي مشكل ندير انا المدلك وندير ولكن صراحه هي الطريقه اللي صحيحه وناجحه بالنسبه للمول البنات خديت انا غير هذا لاطا خديت غير المول ديال الكيكه لانه رقيق ودغيا غادي توصلها السخونيه والفرانة البنات يكون سخون مزيان انا راني مسخناه شي ثلث ساعه ساعه واللي عندها فران ديال الضو ديروا على 300 درجه وتسخنوا واحد ربع ساعه عاد دخلي البيتزا نخليها ترتاح واحد شويه في ديك اللاطة. بالنسبه ديال ولادي غنديرها غير في مقله عاد نكملها تكراس حتى ترتاح واحد شويه في ديك اللاطه عاد نكملها تكراس باش كتجيني ساهله بالنسبه لديالنا كيف ما قلت لكم نعمرها بالخضره اللي كتكون خضره جربوها راه كتجي زوينه احسن من انكم طيبوها بطبيعه الحال كندير لها التتبيله المهم بالنسبه للفلفله البنات انا راني ديجا نقيت لها القشره اللي فيها اللي عليها من الفوق لان الليل هذا والقشره تجي شويه صعيبه في الهضم المهم حيتها بهذه الاله اللي عندي ديال البطاطا حيتها لا الحمراء ولا الخضراء وكندردر عليهم واحد شويه ديال الملحه باش نسمهم بطبيعه الحال وكان لهم حتى شويه ديال الحبق اولا الزعتر اللي بغيتو نتوما صراحة ولكن ما بقاش لي انا الحبق آه بالنسبه لاصوص هي ديال لاصوص اللي كنصاوب بالخضره كتجي زوينه راه كانت عندي ديجا في الفريق داكشي علاش ما شاركتهاش معكم ان شاء الله ملي غادي نديرها ولا خليتو ليا في التعاليق ان شاء الله نحطها لكم علاش لا لان غادي نديرها ان شاء الله كنديرها بالكتره انا صافي كنكملوا التكراس ديالنا ديال ديال البيتزا حاولوا تستعنو بشويه ديال الدقيق دائما انا انا هذه درتها انا لان ما قلتهاش ليا ولكن باينه باينه شي حوايج اللي كنضيفوهم من ريوسنا أه ملي كتبدا تلصق الكيدك وما كتجيكش سهله انا كتغرسي كتغطسي صبعانك في شويه ديال الدقيق صافي وكتبدي تحليها بحال هكا تحاولي غير بالصبعان ماشي بالكف كيجيو فيها دوك دوك الحفاري هكاك ديال الصبعان صافي غنكملها هاد التكراس هكا كاملة نحاولوا نرققوها شوية ونخليو دوك الجناب هكاك غلاض شوية باش كتجينا بحال البيتزا الإيطالية مئة بالمئة المهم من بعد ما قرستها كيف ما كتشوفوا درت عليها آه لاصوص ديالي تا هاد لاصوص صراحه خاصنا نستغناو على ديك لاصوص اللي كتكون معلبه هاد لاصوص رائعه رائعه والله العظيم غتجربوها ما, ما تبقاوش تستغناو عليها ملي ملي دهنت لاصوص ديالي غادي نفرق عليها الخضره آه يعني بشكل متساوي نحاول نقدها بالنسبه لك انتم غادي ديروا البنات يعني عماره بالخضره اللي كتكون طايبه اولا شي عماره عاديه دخلوها مباشره طيب ديروا الفرماج ديروا كل شيء وحاولوا ديروا الفرماج مباشره من فوق لاصوص عاد ديروا فوق منها العماره اللي كتكون عندكم طايبه اولا كتجي هكا معلكه تجي زوينه بالنسبه لي انا عندي خضره اللي هي خضره بغيتها تدخل شي شويه تصهر لي واحد شويه اذا درت عليها شويه ديال الحبق وغندخلها الفران عاد نعاود نخرجها نكملها العماره من بعد ما تهضرت ليا شويه البنات هانتوما كي كتشوفوا غادي ندير عليها الفرماج أه، وانا مستعد اليوم داير العماره غير الطون يعني نتوما لكم حريه الاختيار اختاروا العماره اللي بغيتو وغندير شويه ديال الزيتون كحل ديال الدار حتى هو ما كنبغيش نعمرها بالزيتون ديال ديال الحانوت وهذا ما كيعجبنيش عندي يعني زيتون كحل ديال الدار صراحه هو بنين صافي غادي ن... يعني عندكم الزعتر دردروا عليه واحد شويه الزعتر اولا الحبق والحبق انا كنفضل الحبق كيجي رائع صراحه فبقاو معايا باش نشارك معكم الشكل اه النهائي بالنسبه للبيتزا من بعد ما طابت كيف كتشوفوا صراحه دغيا طابت ما تعطلتش ليا بزاف وجات رائعه العجينه خفيفه وجات زوينه نقطع لكم باش تشوفو بالنسبه الدي... هذه ديالي انا وراجلي وبالنسبه ديال ولادي راه باقا كطيب ما درت فيها لا لا خضره لا زيتون هما ما تيبغيوهاش يبغيو غير لاصوص صوص او الفرماج بالنسبه لي انا وراجلي كنبغيوها لاويه نتوما كي كتشوفوا بالنسبه ديال ولادي كيفاش كنخليها تقرمش كنخليها في المقله ملي درتها لهم غير في المقله كنخرجها وكنخلي المقله حتى كتبرد حتى كتبرد البيتزا كتبرد في وسط المقله فكتقرمش كتجيني مقرمشه هذه هي الحيله اللي كندير لولادي باش كنعطيهم مقرمشه هي هذه بيتزا البنات كنتمنى تعجبكم وتجربوها راه ما غتبقاوش تستغنوا على هذه العجينه كيف ما ما غنبقاش نستغنى عليها حتى انا ديال ولادي هي هذه راه مقرمشه كيف كتشوفوا كتجي محمره من التحت كنتمنى صراحه تعجبكم لا فيديو اليوم وتطبقوها صراحه نصيحه لكم طبقو هذه العجينه في البيوت ديالكم وصلنا لنهايه لا فيديو كنتمنى تخليو لي لايك ديالكم وشكرا لكم على المشاهده ودمتم في رعايه الله